الثانية ظهرا 12 بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن على ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، وأضاف في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه وجه باتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري. كما أكد الرئيس السيسي على ثقته البالغة في تجاوب الشعب المصري العظيم مع هذه الإجراءات وبما يحفظ أمن وسلامة الوطن الغالي مصر. أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا بداية من الغد الأربعاء، وذلك في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا. وخلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أعلن مدبولي إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع من 5 مساء وحتى 6 صباحا، مع إغلاقها بشكل تام يومي الجمعة والسبت. وأوضح أن قرارات إغلاق المحال التجارية لا تسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت. كما قرر مدبولي غلق جميع المقاهي وكافيتريات والكازينوهات والملاهي الليلية أو ما يماثلها بشكل كامل خلال مدة الحظر. كما قرر مد عمل بالتعليق دراسة لمدة 15 يوما إضافية اعتبارا من 29 مارس. تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة جاهزية شركة النصر للكيماويات الوسيطة لتوفير مواد التعقيم والمطهرات في إطار مجهودات الدولة لمجابهة فيروس كورونا. وفي هذه الأثناء اصطفت عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للدفع إلى السوق المحلي، حيث تم مضاعفة كميات المعروضات من المطهرات والمحاليل التي تستخدم في أعمال التطهير والتعقيم وكذلك السلع التموينية. أكدت منظمة الصحة العالمية أن 85% من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المبلغ عنها في ال 24 ساعة الأخيرة سجلت في أوروبا والولايات المتحدة. وقالت المنظمة إنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة وفيات كورونا كثيرا في ظل إبلاغ المنظمة عن حالات جديدة. وأضافت أن هناك تسارعا كبيرا للغاية في عدد الحالات المصابة بكورونا في الولايات المتحدة، ما قد يحولها إلى مركز للتفشي. أعلنت سلطات ووهان الصينية أنها سترفع قيود على وسائل النقل في المدينة يوم 8 أبريل القادم. هذا وتم عزل مدينة ووهان عن العالم الخارجي بسبب تفشي الفيروس في 23 يناير، وتم تعليق المواصلات في المدينة. أكد الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني أن قرار واشنطن بقطع مليار دولار من مساعدتها للبلاد لن يؤثر على القطاعات والإدارات الرئيسية في أفغانستان. وفي خطاب له قال غني إن الحكومة تدرس بالفعل خططا للتعامل مع الظروف غير المتوقعة، كما تعهد بمحاولة ملء الفراغ من الموارد البديلة. انتهى الموجز الإخباري، ولمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.